خدي من ضيفنا الاغراض اللي جايبون. نوران. نعم فايز، شو بدك؟ خدي الاغراض اللي جايبون ضيفنا هلا ومتعذب فيهم. وشو جابوا هاد لهون على بيتنا بعد كل اللي صار؟ هدايا كلها نحن هلا ما منقبلون. بعد كل البلاوي اللي صارت عنا بسببه. يا ريت ياخذ هدايا ويطلع. مين ما كان اللي بيفوت بيتنا اسمه ضيفنا؟ يلا اللي قلته عمليه، وضيفنا جايب هدايا خديها. ناريمان اعترفي، كنت تعرفي بهالقصة ما هيك؟ مو معقولة، يعني حابسين البنت بالبيت كيف بدها تعرف بالموضوع؟ انت ولا نفس فخرية ناريمان. لا عمتي، ما كنت بعرف بالموضوع اصلا. من يوم الحادثة ما شفت ماجد انا ولا مرة. يا عيني، انا ليش ما عم يخرط مشتي هالحكي؟ شوفي الشوكولا والوردات جايب كل شي، لو الموضوع بإيدي رزتن قدامه بزبالة، بس كرماله لأخي. شو بيكونوا عم يحكوا يا ترى؟ شو قلة هالحياة يا رب؟ شاغل بالك شو عم بيحكوا؟ لك تربي انتي من ورا لهالولد كنتي رح تموتي إلا شوي. يا الله تصبرنا. الموضوع هاد بتنسيه مفهوم؟ اسمعي، أبوكي بحياته كلها ما بيجوزك لماجد هاد. مسكي الشوكولا وانتي مسكي الوردات. والله عمتك شارلوك نوران لازم نسميها. هو عميل مثله، يعني ما بتعرفوه؟